إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. يستقبل فريق الجيش الملكي نظيره الوداد برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية لكرة القدم عقب عودة عجلة الدوران للدوري الاحترافي بعد التوقف الدولي. ومن المنتظر أن يستقبل الفريق العسكري نظيره الوداد بملعب البلدي بمدينة القنيطرة عقب إغلاق المجمع الرياضي، وتتجه السلطات الأمنية لمنع تنقل جمهور الوداد إلى مدينة القنيطرة من أجل متابعة الكلاسيكو. وينتظر الجيش الملكي والوداد إعلان العصبة الاحترافية عن موعد إجراء هذه المقابلة، باعتبار أن الفريق الأحمر ملتزم بالمشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. وسيقص الفريق الأحمر شريط مشاركته في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فريق جوانين جالاكسي البوتسواني يوم السبت 25 نوفمبر الحالي على أرضية ملعب مراكش الكبير لحساب أولى جولات دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.